السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي اخواتي في قناه ديانه الاخشاب. ان شاء الله كما كتشوفوا الزاج يهضر. اخوان هذه حلقه يعني تمهيديه، يعني انا هذه بديت معكم هذه الحلقه لان ضروري خصني نفوت بهذه المرحله باش نمشيو للمرحله اللي كتكون موراها اللي كندخلوا في الاحتراف، ولكن ضروري خصك تكون هوات انك دير طريقه بسيطه. هي هذه طريقه تمهيديه الاخوان. ها انتم راكم تلاحظوا هنايا، خصني نشوف الاخوان هذا بريو اكريليك، اخوان بريو اكريليك، ولكن هذه الالوان الاخوان كيبينوا العروق. وان شاء الله غادي نمشيو الحلقه الثانيه، ان شاء الله غادي تكون العروق باينين، لان هذا السيستم الذي نفوت لكم منايا باش الناس ما تفوتش منه. يعني الا بغيت شي حاجه خفيفه، ولكن في نفس الوقت غادي تقدروا تلقاو مشاكل، ولكن الطريقه الثانيه اللي غادي نفوت بها ان شاء الله غادي تكون شي حاجه احترافيه وتستر لكم جميع يعني الديفوات، ولكن حتى هذه كتبقى شي حاجه واعره الاخوان. ها انتم كيبان شي حاجه واعره، وبحال مثلا اللي كيديروا في البيرغولات على برا، يعني اللي كتكون على الزنقه، هذا راه مزيان، هذا اللي كيكون في البيرغولات ويكون على حساب اللي كيكون عندهم الدور على حساب على شط البحر وكذا، كيخدم لهم، لان هذا الفيرني اصلا اكريليك ديال البحر، هاد الديكورات وهاد الالوان وكذا كيعطيو نظره من جهه البحر وكذا. الاخوان انا ندير لكم واحد النظره على حساب الصالون المغربي ان شاء الله، ونبداو عاوتاني في الطريقه باش خدمت والمراحل اللي فت بهم ان شاء الله. هانتوما تشوفوا الاخوان الصالون نتاع الاس شي حاجه واعره، هذا راني عاد كضربتو الاخوان. هانتوما ايه هو الاخوان، انا بغيت نعلمكم علاش، بغيت نبين لكم الاخوان الثمنات تبدلوا. بحال مثلا الصالون ديال الاس ايه هو باش تكونوا عارفين، هذا راه هذا فيه 21 سنتيم، والكارونت غليظ غليظ نتاع 4 سنتيم كنجيبو نتاع الكارونت، ماشي هذاك الفانتات والفصادي صغير، فهمتوا الاخوان، هذاك الثمن ديالو كيكون ناقص. حنا ماشي كاين اللي كيقول لك ان يعني هذا هو اللي موديل وكيكون صغير وكذا والاخر راه كبير عروبي، ايوا الى هذاك الصغير خص يكون ناقص في الثمن. انا اللي بغى نخدموه له في الفانتسات نخدموه له ب 500 درهم، اللي بغى في الكارونت نخدموه له ب 650 درهم، على حسب الثمن على حسب كي سميتو. ولكن الاخوان راه هذا نتاع الكارونت شي حاجه واعره، راه بي كتحط عليه السداري والكتان راه كيبان صالون نتاع بصح ماشي صالون ديال السوق، فهمتوا الاخوان. المهم الاخوان كما قلت لكم هذه راه ولات في 1200 درهم تكايه بها بالفاص ديالها، ما كنحسبلكش التكايه وحدها، بها بالفاص ديالها راه كانت في 900 درهم، دركي حاليا ولات في 1300 درهم الاخوان. الفرماجه ديال الصالون ديال الاس ولات في 1700 درهم، كي سميتو السداري 1600، طابله راها في 4500 درهم نتاع الشيشه اللي مازال ما نحطها، غادي تشوفوها ان شاء الله، لان على حسب الغلط ديال الرجل، الا كانت غليظه كتمشي ب 4500، كانت شويه كتمشي ب 4000 درهم، والا كانت شويه ضعيفه رقيقه كتمشي ب 3500 درهم. اللي بغى نزيدو نضعفو فيها بحال اللي كنا نديرو هذوك نتاع 300 وكذا، هذوك كيديرو كيبقاو ب 3200 درهم وكذا، لان على حسب الدوره على حسب الخشب. يعني حنايا زايدين معاكم وكنبغيو نزيدو نديرو الجديد ونديرو ما احسن، يعني ما غاديش نبقى معاكم دائما نبقاو نديرو نفس كي سميتو، بنادم شويه يزيد لقدام ان شاء الله. المهم الصالون ديال الاس ها هو، وان شاء الله راهم جايين عاوتاني في الصالون ديال الورده، وكاين عاوتاني نتاع الشباكيه اللي راه داخل جديد موديل 2022 ان شاء الله. المهم شي حاجه ما كان ايه هايبو مطردك. المهم نخليكم تتبعوا الاخوان المراحل نتاع الخدمه ديالنا نتاع هاد البيعه والشراء هادي. ما نعرفوش هادي يعجبكم هاد الشيء ولا ما غاديش يعجبكم. المهم رانا نخلطوا ونجعفنا راكو تما. المهم نتوما ما تنساوش ديروا جيم وديروا ابوني اي فرحونا، واخا ما درناش شي حاجه زينه. المهم راه ضربنا تمار، المهم بنادم ضرب تمار. يلا الاخوان تبعوا معنا. السلام عليكم اخوان، انتم هانتوما اول حاجه غادي نديروها الاخوان هي كما قلت لكم اننا نخدموا بهادو ان شاء الله. ها كاين هادي نتاع برودي، هادي هي اللي معروفه بكري وكانت كتغرام والخدمه الكبيره يعني القديمه اللي كانت بالجوده ديالها، اما الصباغه ديال اليوم الروح ديال الصباغه ما بقاتش فيها، يعني خص تضرب وتعاود تضرب وتعاود، هادو لا كان واخا يكون الديفو وكانت كتستره. هادي الال 5 معروفه. المهم حنا عندنا انا جبنا الالوان، هانتوما جبنا الخضراء الاساسيات، جبنا الزرقاء يعني فونسي، جبنا الحمراء الصفراء الكحله. كما كتشوفوا يعني كما قلنا لكم اننا خصنا نخرجوا العروق ديال الخشب، يعني حنايا خصنا دركين كما كتشوفوا في الخشب كيكون فيه العروق. الصباغه لان حنا شنو هو الفرق ما بين الصباغه وشنو هو الفرق ما بين الفيرني، حنا كمصطلح كنستعملوه في الصناعه. الفيرني هو ان يكون اللون الالوان ديال الفيرني باينه اللي كتبين لك وشنو كاين لتحت، يعني الخشب وشنو كاين، تقدر تعرف حتى النوعيه ديال الخشب بعض المرات بالفيرني، وكيكون متانتي هو كيكون متانتي. اما الصباغه لا،
السباقه حنا كنهضروا لها بحال نتاع الطوموبيلات نتاع الوطاي يعني كتشد ما على بالهاش شنو كاين لتحت يعني تضربها على الحيط وكتطلع المسلول اللي تضربوا على الخشب يعني عاديه هذيك ما عندهاش. اما الفيرني لا الفيرني كيلعب يقدر دير واحد الطبقه ديال الفيرني لتحت ودير طبقه فوق منه كيعطيك واحد يعطيك واحد اللمسه مغايره بحال مثلا درنا الميل دو لتحت ودرنا الميل كات فوق منه كيعطيك واحد اللمسه ماشي بحال الصباغه. الصباغه الا درت مثلا الكحل لتحت وضربت فوق منه البيض كيولي بيض يعني هو كيتبع اللون ديالو. ضربت الخضر ضربت فوق منه الاحمر كيعطيك لون واحد انت الاخوان. ولكن هذا الدرس اللي راني هذه الحلقه كنش على راهم جايين غادي نعطيكم بعض لا تكنيك اللي كتخليك انك تخدم بالالوان ديال الصباغه انك تعطي لها الضوء ديال الفيرني. هي عندك الالوان ديال الصباغه ولكن في نفس الوقت كتعطيها الدور اللي كيديروا الفيرني يعني الا تبعتوه شجعتوني ودرتوا لي جيم بارطاج وكذا يعني غادي تبقاو تعلموا هادشي. وهو شحال ما انسان تعمر له الراس شحال ما قدر يقنع الكليان ديالو بالطرق اللي كاين وكتبين الخبره ديالو يعني هاو شنو كتقدر تعطي يعني هو الا عطاك فكره انت تعطيه 10 وهو كيدوخ من دوك العشرة في الاخر يرجع عندك يقول لك دير لي شي حاجه من عندك لان انت مادام انا عطيتك انا وحده وانت عطيتني 10 يعني نقدر نعتمد عليك انك دير لي شي حاجه اللي دايره مزيانه يعني هذا هو المفيد اللي كتوصل له في الاخر يعني بالخبره ديالك. انا دور كنعطيكم الخبره انك باش تزيد لقدام. انا لاحظنا الناس اللي كيشرحوا ولكن كيعطيكش المعلومه نيشان وما كيفهمكش علاش عطاك هذه المعلومه ولكن انا كنعطيك الاساسيات ونحاول انك تندمج معايا وتفهموا شنو كنبغي نوصل لك. والفيديو الى عاودك تقدر تفهم كلامي الا ما فهمتلوش. المهم الاخوان ما نطورش انا غادي نمشي في الوان عاديه نقدر غادي نطلق الخضر هنايا نعطيكم غير فكره نطلق هنا الكحل نطلق الصفر وكذا غادي نطلقوا هو تقدر تخدموا بالشيتا ولكن هذه الخدمه اللي غادي نديرها في هذه الحلقه هي انها خص ضروري يكون بيستولي وجميع المراحل يفوتوا بالبيستولي ونشرح لكم علاش لان دائما خصك تعرف علاش. الا ما عرفتش علاش راك ما تعلمتش يعني خصك تعرف علاش هذيك علاش هي اللي فيها الصناعه يعني بحال مثلا انا هذه سولولوزي هذه صباغه سولولوزي اختيني مانيش نهضر على شي صباغه سانتيتيك زيتيه ولا كنهضر لك على الرابيد اللي كتيب صغيره يعني هذه الكوش الاول ما غاديش تلقى المشكل لان غادي نخفوها بالديليو وضروري تكون خفيفه فهمتوا. انا غادي نطبقهم وعاد نزيد نشرح لكم ان شاء الله غادي نعطي كل لون بوحدو ونشرح لكم ان شاء الله. انتم الاخوان بعد ما انني خلطت الالوان ديالي كاملين لان ضروري كما قلت لكم ان بين تشوف الطاسه يعني بحال هكذا خص تخلط من التحت لان الكولور كيهبط لك لتحت كاع كون ما تبغي تخدم خصك تخلطها مزيان. ها هما انا خلطناهم كاملين ان شاء الله دروك غادي نديروا التطبيق لون 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 يلا الاخوان كما كتشوفوا الالوان ديالنا غادي نخليهم ينشفوا مزيان وغادي نقوم بالشرح عليهم ونعطيكم المعلومات الاساسيه اللي باش يتعرفوا المفيد ديال الفيديو ان شاء الله. نخليهم حتى ينشفوا مزيان ونكملوا الفيديو. الاخوان اول معلومه نبداو بها ان شاء الله ها انتم الا كتلاحظوا معايا علاش انا كنقول لكم عاونوني في القناه اننا غادي نبقى نبين لكم شي حوايج اللي قليل ديال الناس اللي كيعرفوهم. اما الصناعيه راهم كيعرفوا هذه القضيه ولكن الناس اللي منهم اننا كنعيشوا معاهم وكنسترزقوا معاهم الله وكنوكلوا بهم بلادنا يعني كيكونوا سبب في المعيشه ديالنا هما ما كيعرفوش. ممكن انا غادي نبين لكم هذا خشب ديال البواروج فهمتوا الاخوان. هنايا وشنو غادي نكتشفوا كنكتشفوا بلي ان هذه الخشبه وهذه وهذه بالخشب ديال المادري. الخشب ديال المادري كيكون رخيص يعني كيشدوا مورسو غليظ وكيبقى يشرحوا باش كيتنقم عليه رخيصه. اما بحال مثلا هادي وهادي عندك هادي وهادي كيكون خشب يعني اما كيكون تاع الكولوميك ولا تاع الفا ولا كيكون يعني كيكون مشري خصيصا لهذاك الشيء يعني ما كيشرحوش ماشي ديال المادري. الصناعيه راهم عارفين القضيه يعني بي كتشري شي واحد فيه الراماج كيعطيك الراماج لان انا هذاك الخشب كيكون مشري على داك العبار فهمتوا الاخوان. والخشب البروميان كيمتاز بداك الراماج لان الناس كتحط فلوس باش كتشري داك البلاكاج اللي كيكون فيه الراماج. اما الخشب اللي ما فيهش الراماج كيكون الثمن ديالو رخيص فهمتوا الاخوان. هنايا نرجعوا عاوتاني للخدمه ديالنا ها انتم
هذه هي الطريقه علاش ان انا ضربت الصباغه وبقاو كيبانوا لي العروق، لان هذا السيستم الا ضربت الصباغه ديريكت على كسميتو على الخشب كيطلع لك اللون، ها هو الزرق الزرق، صفر صفر، خضر خضر، احمر احمر، كحل كحل. ولكن بكتضربو ديريكت يعني ما كديرش لا باز بحال مثلا لا بري ولا الماسيه ولا كذا، يعني ما كتسترش داك العروق ولا كدير الماسي، كدير ديريكت. كاين بعض الناس اللي كيعجبهم انها الصباغه وتكون فينيا ولكن يكونوا العروق يبانوا يبقاو عاد باينين، فهمتوا الاخوان؟ يعني هنايا انك كتبقى حاصل لان ديك الخدمه كتكون يعني شويه كلاس، فهمتوا الاخوان؟ ان العروق يبقاو يبانوا، انما في الذهبي ما كتطلعش، في الذهبي ما كتطلعش، في الالوان الاخرين كتطلع، يعني بعض الالوان ما كتطلعش والالوان الاخرين كتطلع. للاسف ان الذهبي ما جربناهاش عليه، ولكن بالتجربه ديالي في واحد الذهبي ما كيطلعش هو نيشان، ولكن يقدر يطلع ان شاء الله. نديرو شي تجربه في الى عجبكم الفيديو وكذا نقدروا نديرو شي تجارب على الذهبي. المهم الاخوان درك انا واش نخصني ندير، انا الا ضربت درك بالشيتا هادي يبقى يتحيد لي هذا الفيرني، هذا اللي يبقى يتحيد لي انه هو سولولوزيك، هذا سولولوزيك. الا ضربت بالشيتا درك كيتحيد بي كيكون مخلط مع الديلو كيتحيد. يعني درك انا غادي ندير السورفاسور المعجون، يعني كاللي يقولوا الشماع، كاللي يقولوا طابومار، كل واحد ونقول المصطلح ديالو، وكاللي يقول لك فونجاسيت، كيقول لك يعني المهم كل واحد وشنو يقول. حنا المهم معروف عندنا في الجهه الشرقيه الشمع ولا السورفاسور، هذا هو باش معروف في الاغلبيه. غادي نضرب السورفاسور ونضرب الفيرني تما كتحتاج الفيرني مات ولا بريو. يلا الاخوان تبعوا معايا وراكم عارفين يرجع الاخوان. نرجعوا يعني السؤال المطروح، يعني علاش درنا ان الصباغه ديريكت على الخشب باش انها طلع لنا العروق. السؤال الثاني علاش غادي ندير السورفاسور، غادي ندير السورفاسور باش ان نخلي الخشب ما يوليش يشرب، باش بين ندير فوق منه الماط ولا الفيرني ما كيعتنيش داك الحروشيه، غادي يعتني واحد الملمس، يعني واحد الملمس رطب. دوك حاليا راه مطلعين واحد الحروشيه خفيفه، ولكن انا مانيش نخدش فيها. علاش؟ باش ما نضيعش الديزاين، انا غادي نحاول ندير السورفاسور عاد رطب. دير مارش البونكر. ها؟ ها؟ روح شوف روح. ها؟ الاخوان هو انا كنخلي الكوش الاول ونخليه يجبد. الا كانت عندك الخشبه واقفه ولا كذا حاول انها يعني تكون تخدم السورفاسور، بل الا كثرت السورفاسور الا دمع لك غادي يجبد معك حتى السبابه. يعني خصك دير واحد الكوش ديال السورفاسور الاول تخليه يبس وعاد تولي تصارجي باش ما يوقع لكش داك المشكل، باش الطبقه الاولى هي كتقبض ديك السبابه باش ما تهوش تسيل، باش ما في الكوش الثاني الا صارجيت ووقع لك شي سياله ما غاديش توقع لك في السبابه. يعني هنا يعني بحال هذه الخدمه خصك تكون تخدم منظم، واحد الخدمه منظمه. هانتوما في الالوان اللي كيكونوا اللي كيبينوا الخشب، انا هنا راني غلقت، يعني راني فونسات، يعني ماشي يعني ما انا كنبغيت ندير يعني اللون خفيف، هذه يزيد يبين لي العروق. شحال ما عطيت اللون خفيف شحال ما بين لي العروق. هانتوما الاخوان رانا ضربنا درك السورفاسور، غنخليوه ينشف وعاد نمشيو للمرحله اللي مورا. هانتوما الاخوان هانتوما تشوفوا الشكل النهائي، شي حاجه بريو بحر البحر، الماء الماء هكذا كتشوفوا الاخوان. شوفوا هذه الخدمه احسن بلاصه انها كتكون فيها هي كيكونوا في الجراده، هذاك الخشب اللي كيكون داير على الجرده كيعطي شي نظره واعره، هما اللي كيكونوا اغلبيه فيهم كيكونوا الالوان صفر احمر خضر كذا، وتقدر تشكل الوان كثيره انك باش تدمج هذه الالوان راه كيعطيوك، لان هذه الالوان اساسيه.
يا اخوان نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ان شاء الله في الحلقات الجايه ان شاء الله غادي نبين لكم العروق مزيان، اي تكون في الحلقات التعليميه ان شاء الله. ايه هو بالفضل ديالكم ان شاء الله اللي كنزيدوا لقدام، والقناه ديالي باش انني كنتشجع وكندير فيها راه بالفضل ديالكم ان شاء الله. والاخوان يلا الاخوان نتمنى لكم ما تحشمونيش، وديروا جيم، ديروا تعليق، ديروا ابوني، ومرحبا بالجميع. يلا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.